عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. الاتفاق هو اتفاق بين الحركة النقابية والحكومة حول ملف ديال الشغيلة التعليمية، ملف ديال قطاع التعليم اللي عرف يعني تدافع كبير منذ البداية ديال الموسم الدراسي. إذا هذا الاتفاق فيه شقين، الشق المتعلق بالنظام الأساسي والشق المتعلق بالملفات العالقة. إذا هذا الاتفاق يعني احنا بالنسبة لنا في الجامعة الوطنية للتعليم كنعتبروا على أنه جاب حلول لمجموعة من الملفات بشكل شامل، وكاين ملفات التي جات حلول جزئية، ولكن كاين ملفات اللي ما تحلتش. إذا نتمناو على أنه هذا الاتفاق أنه يتأجرأ بعدا أولا، ويكون التزام فيه ديال الحكومة من أجل الأجراء ديالو، وكذلك الاستمرار في الحوار من أجل حلحلة باقي الملفات والانتظارات ديال النساء ورجال التعليم. إذا بالنسبة لنا يعني دائما نؤكد على انه يعني المسؤوليه ديال الحكومه في توفير الاعتمادات الماليه الكافيه من اجل يعني التطوير ديال التعليم العمومي في بلادنا، ومن اجل كذلك تطوير يعني شروط العمل ديال المدرسين والمدرسات، والاستجابه للمطالب ديالهم المهنيه والاجتماعيه هو شرط اساسي من اجل تجاوز كل يعني اشكال يعني الاحتقان اللي يمكن يعرفها القطاع. احنا بالنسبه لنا يعني مسؤوليتنا ان الجامعه الوطنيه للتعليم وقعت الاتفاق، اذا هي تعلق الاشكال الاحتجاجيه. اذا وهذا التعليق ديال الاشكال الاحتجاجيه بمعنى انه نتمنى يعني انه هذا الاتفاق يعني يكون في مستوى الانتظارات ديال النساء. نحن يعني كنا جزء من الحركه الاحتجاجيه، وكنا الى جانب التنسيقيات، ونعتبر التنسيقيات هي تعبيرات يعني افرزها الواقع المأزوم ديال العمل النقابي. يعني نحترم القرارات ديالهم، ونحترم وندعم يعني النضالات ديالهم بشكل عادي. اذا بالنسبه لنا ما عندناش مشكل مع يعني التنسيقيات ولا مع اي مكون من المكونات ديال الساحه التعليميه.